حدثيني عن مشاركة مصر في النسخة 26 برئاسة السيد الرئيس وإلقاء كلمة، ويعني لقاءاتك أنت على مستوى يعني على المستوى الفني مع أبطال العالم المناخي، وتحركات مصر، شكل المشاركة إيه؟ احنا طبعا سيادة كلمة سيد الرئيس النهاردة ركزت على المشروعات القومية اللي مصر قامت بيها للتصدي لآثار تغير المناخ، سواء التخفيف أو التكيف، زي مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة، نقل التبطين الترع، الجزء اللي خاص بالمياه المعالجة من مصرف بحر البقر على سبيل المثال، وما إلى آخره، وكلها خطط طموحة. الرئيس النهاردة أعلن رقمين مهمين جدا الحقيقة أستاذ نشأت. الرقم الأول هو وصولنا بمشروعات الخضراء ب 2025، 50% من الموازنة بتاعه الحكومة هتكون مشروعات خضراء، و100% بتبتدي ان هي تبقى ب 2030 مشروعات خضراء. يعني ايه الكلام ده؟ بس انا عايزة اوضحه، يعني التمويل اللي بيطلع من الحكومة هيبتدي ان هو يبقى فيه مشروعات خضراء اكتر من اللي كان موجود قبل كده. بمعنى كده ان البيئة موجودة في قلب عمليات التنمية، وهتبتدي تاخد الموضوع ده بطريقة اكتر جدية من الاول، بدليل ان احنا هنبقى معظم مشروعاتنا ب 2030 تبقى مشروعات خضراء، وبالتالي بتراعي الابعاد الخاصة بتغير المناخ. الحاجة التانية ان احنا على هامش طبعا كلمة سيادة الرئيس ومقابلاته، احنا لدينا لاول مرة جناح مصري في المؤتمر النهاردة. هذا الجناح بيتعرض فيه ثلاث حاجات مهمة جدا. بيتعرض فيه فيلم على تغير المناخ واستضافة مصر للكوب 27 القادم في شرم الشيخ، وإمكانيات مصر وماذا يوجد في شرم الشيخ وإيه اللي نقدر إن إحنا نعمله، في كتيب على ماذا نهدف من الاستضافة وماذا نستطيع أن نقوم به للقارة الأفريقية، لدعم القارة الأفريقية للتحدث بصوت واحد، وكيفية رؤيتنا للأجيال القادمة فيما يخص الكلايمت أكشن أو الفعل في تغير المناخ. والجزء الثالث هو مشروعاتنا القومية، سواء في مجال التخفيف أو في مجال التكيف، بتتعرض برضو النهاردة بعد إلقاء سيادة الرئيس الكلمة بتاعته، موجودة في كتيب، موجودة على الشاشات بتتعرض. الناس الحقيقة مبسوطة جدا من زملائي وزراء البيئة اللي رايحين جايين على الجناح المصري، قاعدين فيه بيتكلموا بيبصوا على الحاجات اللي احنا مطلعينها مشروعاتنا. الجو نفسه مع أول يوم لهذا المؤتمر اللي هيستمر على فكرة أستاذ نشأت لغاية يوم 13 نوفمبر، هو جو تحس الناس كلها كده متحمسة. أنت فاهم أن المؤتمر اللي جاي هيبقى في مصر، وأن هم عايزين يساعدوا وعايزين، حاسين أن بلدهم التانية. كان لسه معايا وزير البيئة الأردني قبليها، كان معايا النهاردة الصبح الإمارات، وزيرة البيئة في الإمارات، لأن هم الإمارات هتستضيف المؤتمر بعدنا اللي هو كاب 28، فبنشوف إزاي نقدر أن احنا نشتغل مع بعض. الصبح كان عندي المسؤول من الجانب الإنجليزي على رفع الطموح في القطاع الخاص والمجتمع المدني، كنا بنناقش دور مصر وإزاي مصر هتتولى الرئاسة. الحقيقة في زخم كبير وأمل كبير وطموحات كبيرة لمصر اللي توليها رئاسة هذا المؤتمر، على غرار ما قمنا به في مؤتمر التنوع البيولوجي، برغم صغر مؤتمر التنوع البيولوجي مقارنة بمؤتمر المناخ، لكن هناك حماس شديد إن مصر هتتولى هذه الرئاسة.